كيفاش استعديتو انت وياها لهذا الامتحان؟ حيت حتى الام جايه بدورها كدوز الامتحان. فوالا جوستمون عاد ساعدنا ليا بال كان نحفظو كنقل نديرو دي ريشيرش كنشوفو كندخلو اساتيده كن خدينا دي ليفغ يعني صغرنا درنا جهدنا باش تكون على اوتور يعني ماشي غير جينا يعني الا بغيتي شي نقطه خصك تخدم عليها بزاف فوالا نفسيا ماديا معنويا حتى كلشي. ما تخليش مثلا تسهر ولا شي حاجه؟ لا حيلا الا اضطر ان الامر تسهر غادي تسهر واحد فوالا بريباراسيون فواحد دي ليميت يعني غادي ملي غتسالي الا فوالا القرص ان عيات غادي تمشي تنعس فوالا يعني دعيت معاها ومع الوليدات كاملين فوالا وكان واحد الخوف عندنا حنا لي بارون راه كيكون اكثر من عندهم هما ولكن ما كنبغيوش نبينوا ليهم فهمتي ما كنبغيش لي بارون تيكون عندهم امتحان حتى هما اه حيت حنا ولادنا لداخل كيكون عندك انت اكثر منهم حيت انت هما كيدخلوا وانت كتبقى تسنى على برا وفاش كينجحوا هما النجاح كيمشي فوالا فوالا حنا كننجحوا حيت حنا لاني كامله سورتو حنا مع ولادنا غاديين كنديوهم كنجيبوهم يعني شو تقولي للاباء والامهات باش انهم يساعدوا وليداتهم بحال ما كاينش يكون عندهم الاستعداد ديالهم فوالا الا بغاو ولادهم ما يمكنش انا ولدي غادي يبغي واحد النتيجه وانا ما كنساعدوش خصني نساعدوه خصني نعطيه واحد المعنويات الماديات على قد جهدي نوقف معاه العام كامل نمشي معاه نسول الاساتذه نسول الاداره نسول نشوف لي نوت باش الولد والالاف يكون عنده واحد تبقى مراقبه من البدايه فوالا ما يمكنش انا حتى اخر دقيقه في الامتحان وغادي نبغي ما عنده شي ريزولتا تكون على اوتور يعني من الاول وانا معاه صح من الاول كاين شي اباء ما كيتقبلوش النتيجه اللي كيجيبوا لهم شنو تقولي لهم صراحه الا ما كيتقبلوهاش يعني خصهم يتقبلوها خصهم ديك النتيجه خصهم يقلبوا عليها من الاول د العام خصك تكون واش ساتيسفات ولا لا يعني ما يمكنش انا واحد النتيجه وغنشوف ولدي ديجا انا نتيجه بنتي انا خارجه دابا كنعرفها انا عارفها كيفاش دايره حيت من الاول وانا متبعاها حتى دابا غادي نتبع انا سي نورمال ما غاديش تلاميذ كاملين الله يوفقهم الوليدات المسلمين كاملين يا ربي واللي عنده شي حاجه غيعطيها ان شاء الله فوالا اللي عنده شي حاجه يقدر يعطيها يعطيها الله بالنجاح ان شاء الله النجاح والتوفيق يا ربي يا ربي يا ربي باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي في تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.